على مسافة 20 كيلومتر تم إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 97 الرابط بين منطقة نصمت ومنطقة مقدة بمعسكر، الذي كان بالأمس القريب يسبب متاعب لمستعملي الطريق. كانت محفرة وكانت ما نمشوش معاها، ما تبقى لنا لا سيسبونسيو لا الواطة لا كلوبه يطلعك لا والو، كان ضايع نيشان، كان ضايع بزاف الطريق والسنه مليحه العام الاول، كان تقريبا كيد بيست، كانت قاع محفر الحفر الحجار، الحمد لله راهي مليحه. الحمد لله دروك هي مليحه، ما تعزيش كاع على اي صالح تجي على جالها. وفضلا عن دوره في تقريب المسافات بين ولايه معسكر والولايه المجاوره، فإن هذا المشروع من شأنه إعطاء دفع للسياحة الجبلية. هو طريق استراتيجي بامتياز، لأنه يربط بين طريقين وطنيين، هو طريق الوطني 14 وطريق الوطني رقم 93، اللي على كل حال هذا يدي لتيرت وهذا يدي لسعيدة. كي ترياليز الطريق الحمد لله راه عندها امباكت فيما يخص اريحيه المستعمل الطريق، ثانيا فك العزله على هذا السكان اللي كانوا من يعانوا، وثالثا الطريق هذا فيه الاسبي تاع السياحه. عندنا تقريبا في البرنامج الحالي 360 عمليه ب 7 ملايير دينار، فيها تنميه تاع البلديه، فيها صندوق الضمان والتضامن، وفيها المشاريع القطاعيه. وتخفيفا للعبء على الطريق الوطني رقم 91، تم تأهيل الطريق البلدي الذي يربط دوار العويدية بدوار الحمر، الذي سيسهم لا محالة في فك العزلة عن القرى والمساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي.